طيب انا برحب بحضراتكم في الفقره الاخيره، الفقره الطبيه، واللي كل مره بيبقى فيها ملف مختلف وملف صحي اعتقد بيهم حضراتكم وبيهمنا جميعا. مهم جدا ان احنا لو اتكلمنا عن ملف السمنه وهذه المشكله اللي اعتقد ما فيش بيت مصري ما بيعانيش من يعني فرد فيها بيكون بيعاني من فكره هنا الوزن الزائد او السمنه المفرطه او يعني العديد من المشاكل المرتبطه بالسمنه في الاول وفي الاخر. طيب في شق تاني بقى خاص بالسمنه وهي فكره هنا العادات الغذائيه السيئه اللي برضو ما فيش حد فينا تقريبا ما بيعملهاش حتى مره في الاسبوع. الواحد بيبقى اوقات كده جعان مش عارف ياكل ايه، يوم واكل اي حاجه، لو حد مثلا ماشي على نظام دايت معين ممكن ان هو يبوظه في اي ظرف او اي مناسبه. فازاي ممكن ان احنا نعمل بقى نظام معين او يكون في حل علشان نقدر نتغلب على حاجه زي كده؟ طبعا مين هيقول لنا؟ دكتور دينا ابو السعود طبعا، يعني المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرز، منورانا. صباح الفل. صباح الخير جدا حبيبتي. انا هوند ازيك؟ بجد ملف السمنه ده متفرع، شوفي بقى لنا قد ايه بنتكلم فيه لكن للاسف لسه في يعني فاهمه نقاط كتيره جدا عايزين ان احنا نغطيها. لو احنا اتكلمنا تحديدا عن العادات الغذائيه السيئه نبدا ازاي ونبدا منين؟ ومشكله ما اعتقدش ان هي نقدر برضو نتحكم فيها قوي لان بيبقى غصب عن الواحد وفي اوقات كده يعني فاهمه سريعه. صح، في عادات خاطئه اعتقد يعني معظمنا اكتر من 90% مننا بيعملها. ايه العادات اللي بتؤدي الى سمنه وممكن تؤدي الى مرض السكر وامراض كتيره جدا؟ لان السمنه اساسها اساس الامراض العضويه بتبقى السمنه. طيب ايه العادات الغذائيه الخاطئه اللي احنا بنعملها؟ اولا استهلاك السكريات عمال على بطال، ده غلط جدا. سكيب موضوع الفطار ان احنا ما نفطرش عشان نخس، ده غلط جدا. عندنا كمان الاستهلاك الرهيب في العيش الابيض. احنا شعب يحب العيش على فكره. يعني كفايه قوي، لو كفايه انا بقول كده كفايه وزياده، رغيف واحد نقسمه على الفطار والغدا والعشاء، لكن بتلاقي معظمنا بياكل اكتر من رغيفين ثلاثه في اليوم. دي مشكله كبيره. الافراط الشديد في النشويات، النشويات مهمه زي الرز والمكرونه لكن عشان الطاقه، لكن يتاكلوا بفيري سمول اماونت. كل الحاجات دي غلط جدا. وان احنا ناكل قبل ما ننام، يعني نفضل مجوعين نفسنا جدا 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 ونيجي قبل ما ننام ندب الاكله وننام، ده غلط جدا. الافراط الشديد في المياه الغازيه والعصاير المحليه، اعتقد مفيش حد فينا ما بيعملش ده. وخلي بالك كمان موضوع ان انا مثلا عايزه اخس فباخد بحط زيت زيتون كتير جدا في الاكل. زيت الزيتون دهون صحيه لكن مليان سعرات حراريه. زيت الزيتون هو دهون صحيه طبعا، مليان سعرات حراريه اصلا. ده طبعًا في ناس بتعتمد عليه فعلا فاكره ان هو ما بيتخنش. لا ده مفيش حاجه ما بتخن، يعني حتى مثلا مفيش حاجه ما بتخنش. هقول لك ليه، يعني يقول لك ايه، انا باكل اكل صحي بس بفتح جدا، مفيش حاجه ما فيهاش سعرات حراريه. أوكي. الحاجه الوحيده اللي زيرو سعرات حراريه هي الميه، اي حاجه تانية فيها سعرات حراريه. وطبعا الاستهلاك الرهيب في الزيوت النباتيه المهدرجه، الزيوت الغير صحيه والدهون الغير صحيه، كل العادات دي نحاول بقدر الامكان ان احنا نغيرها ونتحكم في معدل الشراهه بتاعت الاكل. ده مهم جدا يا نهاوند، مهم جدا. طيب لو احنا اتكلمنا برضو علشان بصي احنا هنحاول يعني اي ازمه نلاقي لها حل بشكل بسيط، الناس اللي هي عندها مشاكل في العادات الغذائيه السيئه نقدر نقدم لهم ايه؟ اللي هو خلاص اوكي هي دي الكيس اللي عندنا مش عارفين نحلها، مش عارفين نسيطر، ايه اللي ممكن يكون بديل او حاجه تساعد ان انا برضو ايه العاده اللي عندي دي ما يبقاش نتائجها كبيره او ضخمه عليا، ان انا بدل مثلا ما ازيد 4 كيلو ازيد كيلو واحد او بالعكس هي تسد نفسي؟ في ايه ممكن نتكلم عنه؟ في انا هواند شركه بايو ناتشرالز انتجت مكمل غذائي رائع ومرخص من وزاره الصحه المصريه، بيقدر هذا المنتج الغذائي الرائع ان هو يتحكم في معدل الشراهه بتاعتي ويتحكم في معدل الشبع ويقدر يحرق لي الدهون المخزنه. ايه المنتج ده؟ اسمه بيستا، جاي حتى من ذا بيست الافضل. من وجهه نظري ان من اهم المكملات الغذائيه اللي تقدر تساعدني ان انا اخس بطريقه امنه، مش اخس والاقي نفسي عندي مشاكل، الاقي نفسي داخله في اكتئاب، مش منتج بيلعب على سنترز في المخ تلاقي نفسك عصبيه اطلاقا. المنتج اللي انا شايفاه على الشاشه هو منتج بيستا مليان الياف، يعني الساشه اللي انا شايفاها دي المنتج ده. ايه
المكونات اللي جواه اللي بتقدر تتحكم لي في معدل الشراهه بتاعتي؟ ثلاث حاجات، ثلاث الياف، الشوفان ورده الام. ومحدش يقول لي انا هاخد شوفان، لان الشوفان خلي بالك خداع، يعني لو يعني اي حد لما يجي بيعمل دايت بياخد شوفان بيحط عليه مكسرات وعسل ابيض وعسل ابيض ويقول لك انا هخس وموز وموز انا كنت بعمل كده على فكره وما كنتش بخس واستغرب. ايوه بس هو كان بيسد النفس، يعني طبعًا. لو انا مثلا بجوع بعد 4 ساعات لو كنت بجوع بعد 7 مثلا. صح. لان الشوفان بياخد حيز في المعده، فبتلاقي معدل الشبع عندك بكذا ساعه. فبيستا دخلوا الشوفان وردة القمح وقشور السليم، التلات ألياف دول بيعملوا إيه؟ لما باجي أخد بيستا قبل الأكل أو قبل الوجبة الرئيسية بتاعتي بنص ساعة، بلاقي إن الألياف دي عملت لي بالونة في المعدة، وحيز المعدة عندي بقى صغير، فبدل ما أنا مترجتها إن أنا آكل كل الطبق ده، هلاقي نفسي باكل ربعه وبشبع. ويا ريت بنصح ان اي حد يبتدي الوجبه الرئيسيه ما يبتديش بالنشويات، يعني ما يبتدي عنده طبعا سلطه وبروتين سواء لحمه او سمك او فراخ ونشويات، يبتدي بالبروتين والسلطه، وبعد كده هياخد له 4 5 معالق كده من النشويات ويلاقي نفسه شبع. ده اللي بيعمله منتج بيستا، او اي حد بياخد هذا المنتج بيلاقي نفسه شبعان ممكن 4 5 ساعات زي ما انت قلتي لما خدتي الشوفان. فده حلو جدا ان انا اقدر اعمل ده. طب ايه المكونات اللي داخله بتقدر تحرق لي كمان الدهون؟ انا مش بس عايزه اسد الشهيدات، انا عندي دهون موجوده متراكمه في جسمي عايزه احركها وتحول تتحول لطاقه واخس. الكروميوم رائع في حرق الدهون، وفيتامين سي، فيتامين سي داخل منتج بيستا بيقدر كمان يحرق لي الدهون المخزنه. فعشان كده بقول بيستا من أحسن وأفضل المكملات الغذائية اللي بتقدر تساعدني على إنقاذ الوزن بدون حرمان، ودي معادلة صعبة جدا. لا حطي تحتها كذا خط بقى قصة بدون حرمان، لأن ده أعتقد يعني ناس كتيرة جدا بتكره ان هي تعمل دايت علشان مش عايزين ان هم يحرموا نفسهم، او يبقوا صعب ان هم يحرموا نفسهم من اكل بيحبوه. فبتأكدي ان بيستا انا ممكن اخده قبل الاكل بنص ساعة، وفي نفس الوقت انا باكل اللي انا عايزاه بالزبط. بس باي تايم انا هبقى مش قادرة اصلا اكمل البورشن او الكميه الكميه بالظبط. طبعا احنا على الشاشه دول من احد العملاء اللي خسوا، ونجاح شركه بايوناتشرلز الحقيقه في نتائجها، يعني مهما اتكلمت لكن النتائج لما تبقى فعلا ريل ده بيدي نجاح وبيدي مصداقيه كبيره جدا لشركه بايوناتشرلز. وحد يقول لي طب اخد كيس ولا كيسين ولا 3 اكياس في اليوم؟ مش دي اللي انا احددها، اللي بتتحددها الشركه. يعني اي حد بيتفرج علينا بيقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، عندنا اخصائيين علاجيين بيقدروا يتابعوا الحاله من دي 1 من ساعه ما استخدموا منتج بيستا، وكل اسبوع بيبقى فيه متابعه. خلي بالك يا نهوان ان مريض السمنه لازم قوي الدعم النفسي، اهم من ان هو اكل ايه وما اكلش ايه. لما يبقى عنده دعم نفسي وحد ماشي وراه بيقولوا خسيت قد ايه هتعمل ايه، فبتلاقي عنده بالظبط تفرق جدا ده حتى مش مريض السمنه، حتى احنا لما نبقى عايزين نخس 2 3 كيلو صح. وتعملي يعني لسه باديه الدايت من ساعتين ها مش باين عليك، نبقى عايزين حد يقول لنا ايه ده خسيته، يعني صح. دي حاجه لا اراديه صح. بتبقى عايزين دعم نفسي عشان يشجعنا ان احنا نكمل. وطبعا عندنا كمان قهوه خضراء موجوده في الكورس، هو عباره عن كورس، هو مش منتج، هو في كورس كامل متكامل من بيستا، وهتكلم كمان المالتي فيتامين اللي هيبقى موجود مع بيستا ده مهم جدا صحيح. لأي حد بيعمل دايت مع القهوة الخضراء كمان. هنروح للنقطة دي بس خلينا ناخد أسئلة المتابعين اللي بيبعتوها لنا. يعني نبدأ بيه، هي مريضة سمنة، حد بعد بيقول أنا مريضة سمنة عندي انزلاق في الغضروف، والدكتور قال لي لازم على الأقل تخسي من 6 ل 8 كيلو في الشهر، فهل الكورس هيخليني أخس الرقم ده في الشهر من 6 ل 8؟ أقل حاجة هتخسها 6، ما أقدرش أقول لها أنت هتخسي قد إيه. طبعًا انزلاق الغضروف نتيجة السمنة، السمنة بتعمل مشاكل في الغضاريف وبتعمل مشاكل في العظم والركب، بتلاقي ناس سنها صغير مش قادرة تقوم مش قادرة تمشي ظهرها بيوجعها، لازم وقتها ان انا اخس. هتخس قد ايه ما اقدرش اديها بالظبط الكيلو ولا 2 بس بالظبط، لكن اقل حاجه 6 كيلو. هتبتدي معانا كورس بيستا هتلاقي نتيجه ممتازه في خلال شهر من 6 كيلو حتى ال 10 كيلو، عندنا ناس
خست اكتر من 10، بس دول الاوفر ويت قوي. اللي هو اصلا لو خس 10 مش هيبان قوي في الاول، يعني الناس الاوبيس مش بيبان ال 10 اللي في الاول خالص، او يمكن كمان اول 25 كيلو اللي هم بيبقوا معديين 100 بس وشويه. بس بتلاقي بقى عندهم حافز حلو قوي وعندهم طاقه ايجابيه ان هم يكملوا ده في الدايت. السمنه بجد والله من الامراض الوحشه جدا، يعني بتؤثر تاثير، على فكره السمنه احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قد تؤدي الى الموت، وأدت قبل كده للموت، دي حاجة. تاني حاجة بتؤدي لاكتئاب بنسب كبيرة جدا وبانتشار واسع طبعاً. جدا، بتكبر في السن أمراض كتيرة. فتلاقي واحد مثلا لما بيخس ولد أو بنت بيصغر مثلا والله 10 سنين، صح. ده على الأقل. فتبقى صح. يعني بتبص على البني آدمين تقول أنت ليه كنت سايب نفسك كده أصلا. أنا بقى ضد العمليات جدا، لأن شفت ناس كتيرة جدا عملت العمليات اللي هي التخسيس التكميم والحاجات اللي زي كده، بيبقى بعد كده بيخسوا قوي 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 وشهم كأنه مريض. فأنا ما بحبش ده، أنا بالنسبة لي بقى آدم يخس ولو على سنتين ثلاثة بس بطريقة أفضل. فده اللي احنا بنأكده من خلال بيستا، إن وهتأكد لنا برضو المعلومة، الخسسان مش بيكون بشكل مرضي أو بشكل فيه إرهاق أو يبقى الوش بيل أو يعني نفقد بقى الفيتامينز ويتم تأثيرها أو بتبان على البني آدم. صح. ده كله مستبعد، ده مستبعد طبعا مع كورس بيستا، لأن المفروض كمان اللي هياخد بيستا هياخد معاه مالتي فيتامين. أي حد بيخس لازم يعوض، لأن الأكل عنده قل قوي والفيتامينات والمعادن الإنتاج قلت قوي، فلازم ياخد معاه مالتي فيتامين. من أهم المكملات الغذائية والمالتي فيتامينز الموجودة حاليا هو ELP مالتي فيت، ألب مالتي فيت. طبعا ليه بقول أنه مهم جدا ومميز جدا هذا المنتج؟ لأنه دخله 13 فيتامين ومعدن. مهم قوي أن أخد ألب مالتي، وخلي بالك ألب مالتي فيت للي عايز يخس واللي مش عايز يخس. يعني ممكن ناس بتتفرج عليا مش عايزه تخس، لكن لازم تتكلم الشركه وتاخد ألب مالتي فيت. دول الناس اللي مش عايزه تخس. ليه ألب مالتي فيت؟ ألب مالتي فيت لو هتكلم ان هو كورس مع انقاص الوزن، مش عايزه ان زي ما قلت يا هوند ان انا اخس ويبتدي يبان على بشرتي، يبتدي شعري يقع، يبتدي ما يبقاش عندي طاقه. ألب مالتي فيت داعم جدا بقى للتمثيل الغذائي والحرق والطاقه، لانه بيحتوي على كل مجموعه فيتامين ب من 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12. صعب جدا انك تلاقي مكمل غذائي موجود في كل عائله فيتامين ب. دي حاجه. تاني حاجه دخله فيتامين سي بنسبه 500 مللي جرام. فيتامين سي مهم قوي لامتصاص الحديد عشان يحمينا من فقر الدم، مهم لتعزيز الكولاجين عشان بشرتي ما يبقاش فيها تجاعيد وابتدي اعجز بدري بدري. دخله البيوتين، البيوتين مهم قوي للشعر. داخل ألب مالتي فيت الزنك. الزنك من أهم المعادن للمناعة وللشعر وللضوافر وللدم ولأي خلايا عندي بتتجدد. ودخله كمان الكالسيوم، الكالسيوم زي ما احنا عارفين داعم جدا لتكوين خلايا العظام وصحة العظام وصحة الأسنان وانقباض عضلاتنا وكمان عضلة القلب. يمكن ناس كمان كتير مش عارفة أن الكالسيوم مهم للشعر والضوافر. فألب مالتي فيت الحقيقه مميز جدا جدا، موجود في الصيدليات لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، لكن اللي عايز ياخد الكورس على بعضه يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، ارقام شركه بايو ناتشرالز، وموجودين اخصائيين علاجيين او دكاتره تغذيه يقدروا يتابعوا الحاله بنفسهم كل اسبوع. هايل جدا. في بقى كيس تانية بتقول أنا بنتي عندها السكر وزنها 120 كيلو وعندها الشهية عالية جدا ومش عارفة الحل المشكلة دي، فحضرتك تنصحينا بإيه؟ هي مش قايلة أي حاجة أو أي معلومة تانية السن حتى. عندها 120 ده كتير جدا جدا. 120 كيلو ده كتير جدا مهما كان السن بالزبط. بقى يعني. أولا سكر يبقى لازم تخس، لا محال. السكر يعني لازم أخس لازم، والشراهة بتاعتي بسبب مقاومة الإنسولين. ولازم توقف السكريات ولازم تقلل جدا من النشويات. ازاي هتقدر ده؟ طبعا بتمشي على الروشته بتاعه الدكتور او الدكتوره بتاعتها لادويه السكر، والدعم جدا لو عايزه تخس ببيستا والفيتامينات اللي هو فيتامين بي ده مهم جدا لمريض السكر. فاوريدي لما هتاخد الكورس هتاخد الفيتامينات المطلوبه هتقدر تخس، لان لا محال لازم تخس. بالظبط بالظبط. خليهم حتى يجربوا بيستا، اكيد هياثر بشكل كبير زي ما قلنا، لان هو بيسد النفس بس قبل الاكل بنص ساعه. بالزبط. على الاقل. طيب كيس كمان احمد عصام بيقول انا وزني 162 كيلو. ايه حكايه الاوزان اللي فوق ال 100 دي؟ كتير قوي 162 ده.
عندي 38 سنة، أخدت الكورس ماشي عليه بقالي أسبوعين وبنزل في الوزن، بس عايز أعرف هحتاج أمشي عليه لحد إمتى وإزاي أثبت وزني بعد كده. بيفضل متابع مع أخصائيين العلاجين الموجودين في الشركة ولغاية ما بيوصل للوزن اللي هو عايزه. يقدر يثبت إزاي؟ لو قادر إن هو بعد ما بيخس يمشي على نظام دايت صح بيبقى صعب. فكورس التثبيت برضو بيبقى موجود في الشركة، الدكاترة بيقولوا له بقى بيمشي على ساشة واحدة مثلا في اليوم كفاية جدا مع كورس التثبيت. طبعا اعتقد كمان ان 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 بيستا لا يتعرض اطلاقا مع اي امراض مزمنة، يعني حتى اكيد 160 كيلو ده هيبقى عرضة لضغط 38 القلب. سنة يعني 38 سنة بالظبط بالظبط، واكيد عرضة للاكتئاب كمان. منار، انا عندي 26 سنه وزني 85، بس مشكلتي في دهون البطن، اعمل ايه؟ دهون البطن اخطر دهون، يعني دهون البطن خطر جدا، اخطر حتى من دهون الدراعات ودهون الارداف، لان البطن هي اللي واخده كل الاحشاء، اسمها فيسترال فاتس. فازاي تقدر تخسر؟ دي اكتر دهون عنيده على فكره، صعبه، يعني بتبقى صعبه جدا. بتمشي على كورس بيستا، بتشرب ميه كويس جدا، لازم نشرب ميه كويس جدا يا جماعه، وتحاول تعمل رياضه بسيطه. هتعمل ده كله هتقدر تخسس دهون البطن، وبلاش اكل بالليل. يمكن اكتر حاجه بتطلع الكرش ودهون البطن الاكل بالليل والتوتر. التوتر بيجيب اكل، بيجيب اكل، والتوتر كمان بيعمل لي خلل في الهرمونز. توتر يعني كورتيزول عالي في الجسم، يعني دهون على طول. فمهم قوي انها تمشي على كورس بيستا، هتقدر تخس دهون بطنها في وقت قد ايه، ده ما اقدرش برضو احدده، لكن اكيد اكيد في خلال شهر هتلاقي فرق كبير جدا معاها في دهون البطن. ولما تيجي تلاقي انها خست هتبتدي عندها حافز اكتر انها تكمل. طيب يعني نقدر كده نستشف من كل او يعني زي ما نقول سامر اب للنهارده، الفكره كلها ان العادات الغذائيه السيئه كلنا بنعاني منها ومحدش كبير عليها، في وقت من الاوقات ممكن حد حتى لو رياضي بتلاقيه كده او ماشي على دايت طول حياته تلاقيه كده كريفنج حاجه او نفسه في حاجه فراح بوظ الدنيا في اي لحظه، اتعزمنا عند حد من قرايبنا وات ايفر، مناسبات كلها بتبقى اكل بيضغط عليك، احنا بنجامل بعض معرفش ليه بالاكل، يعني لازم تضغط عليا وبعدين للاسف بنستسلم في الاخر الضغط ده تلاقي نفسك كلت، يعني مهما حاولت. فللاسف هي عوامل كتيره جدا حتى لو الاراده موجوده بتؤثر عليك. فالحل هنا ان انت تمشي بقى ب مش الب مالتي فيت، ببيستا، لان هو كده كده هي زي ما بيتقال هي كيس يعني ملوش وزن تقريبا، وطعمه حلو. اتزنقت في اي حاجه حاسس ان الموضوع محتاج ان انت تاخده، فقبل ما تاكل بنص ساعه اعتقد ده هيوفر كتير جدا علينا بعد كده من طبعاً. اجهاد بقى لانقاص الوزن يعني او المصيبه اللي احنا هنبقى لسه عاملينها. نورتينا يا دكتور دينا بجد، واستفدنا وانا شخصيا بجد بستفيد حبيبتي. ونشوفك في حلقه جديده ان شاء الله، ملف اخر عن السمنه والصحه العامه. بشكر حضراتكم على متابعتي، انا وكريم نشوفكم بكره حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.